بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا اتكلمت على قصه صلاح مرتين، تعال نقضيها المره الثالثه لان الموضوع المره دي بقى مستفز، لان حافظ الدراجي قرر يخش على الخط. ولو انت ما تعرفش مين حافظ الدراجي فاعرفك انا حافظ الدراجي عامل ازاي اصلا. بس قبل ما نيجي نتكلم على حافظ الدراجي عامل ازاي، تعال نتكلم على موقف محمد صلاح اللي كل الناس عارفاه. يعني محمد صلاح طول عمره عنده مواقف واضحه وطول عمره عنده مواقف ثابته، بس احنا للاسف الشديد بقى لازم كل مره ان في ناس تفضل تنزل على طول. اي موقف لازم تنزل، اي موقف لازم تاخد الترند، اي موقف لازم ان انت يكون عندك موقف في نفس اللحظه دي. الوقت ما نعدي موقف واضح وداعم وطول عمري داعم للقضيه، لا معلش، لازم اللحظه دي تحديدا تنزل بوست، لازم اللحظه دي تنزل تويتر، لازم اللحظه دي تعمل اي حاجه، اللي هو يخرب بيت ام الهوس. الموضوع بقى صعب جدا. لا وتلاقي الناس دي كلها جاب تسترجل عليك انت كلاعب كوره، اللي هو طب انا دوري ايه في الموضوع ده؟ لا خلي بص، احنا لازم تكون معانا، احنا شايفين حاجه لازم تشوف انت معانا. طب ليه؟ مش عارف. حافظ الدراجي بقى قرر يرقص على الخط. ولو انت مش عارف مين حافظ الدراجي، فحافظ الدراجي ده اصلا واحد لمؤاخذه يعني مخنشل، اللي هو لمؤاخذه حرامي، بيسرق صور من بلدان وبيقول عليها ان هي في بلده، بيسرق مدن من بلدان وبيقول عليها ان هي في بلده، بيسرق احداث في بلدان وبيقول عليها ان هي في بلده. حافظ الدراجي ده بينزل بوستات وبينزل خرايط هو مش متاكد منها، وهو عارف كويس ان هي كذب، وعارف كويس ان هي ملهاش اي علاقه بالواقع. حافظ الدراجي ده المغاربة كانوا بيهاجموه، راح طبل للسعودية على حسابهم، راح السعوديين كمان هاجموه، دلوقتي جاي يصيح علينا ويرقص علينا في قصة محمد صلاح. يعني حافظ الدراجي ده جاي يتكلم على موقف محمد صلاح عشان هو اعلامي محترم وصحفي محترم. مين يا ابني اللي صحفي محترم واعلامي محترم؟ حافظ الدراجي صحفي محترم واعلامي محترم؟ انت بتهزر بقى ولا ايه؟ هتقول لي انت بتتكلم على حافظ الدراجي كده ليه؟ اقول لك عشان انا بقالي سنتين مركز مع القرف اللي بيعمله الراجل ده. الراجل ده ابعد ما يكون عن قصه ان هو مناضل وجاي يتكلم معاك على ايه الصح وايه الغلط. الشخص ده بيشتم ناس، الشخص ده ميسون برقدار فضحته. عارف مين ميسون برقدار؟ دي نشطه سوريه. نشطه سوريه دي عملت ايه؟ نشطه سوريه دي كلمته على ان هي من ضمن الطاقم اللي مكلف ان هو يكلم الاعلاميين ويقول لهم ان الرئيس بشار الاسد بيسلم عليكم وبيشكركم على موقفكم الواضح جدا تجاه الازمه السوريه. هو نفسه حافظ الدراجي ده اللي بيتكلم دلوقتي. ما هو اطفال سوريا ما لهمش علاقه بالاطفال التانيين، لان الاطفال التانيين دي قضيه العرب وقضيه العروبه، انما اطفال سوريا اللي اتضربوا بالكيماوي ونساء سوريا اللي اتضربوا بالكيماوي، حافظ الدراجي ده كان بيطبل لبشار الاسد وقتها. فانت متخيل حافظ الدراجي ده هو اللي جاي بينظر وهو اللي جاي بيتكلم على الازمه؟ تعال بس تعال. حافظ الدراجي بيقول لك فان الامر يصبح خطيرا ومثيرا ومستفزا لمشاعرنا، خاصه عندما يصل الامر بنجوم كبار في الكره وكل الرياضات التي اللي اصم اذنهم وغض ابصارهم عما يحدث من تنكيل وتهجير الالاف المدنيين في غزه دون ان يخرج الينا محمد صلاح مثلا ليقول كلمه حق. وانت مال اهلك؟ يعني وانت مال اهلك؟ معلش يعني وانت مالك محمد صلاح يخرج ولا بتاعتك انت في ايه؟ محمد صلاح لو خرج خلاص اخواننا القضيه انتهت، مش طالبك نام بقى. لا هو جاي علشان خاطر محمد صلاح خسر مليون متابع، قرروا ان هم يعملوا انفولو وقرروا ان هم يعملوا مقاطعه على محمد صلاح، مع انهم بعد اول جون صلاح هيجيبه الماتش الجاي هيرجعوا عادي ويقولوا اهلا وسهلا بابننا. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، انتوا كمعلقين بي ان اللي اطلقتوا على صلاح لقب فخر العرب، انتوا كمعلقين بي ان اللي طبلتوا للمصريين عن طريق محمد صلاح، انتوا اللي قررتوا ان انتوا تطبلوا لمحمد صلاح وتقولوا عليه فخر العرب، انتوا اللي قلتوا كده. الراجل ما قالكش انا فخر عرب ولا فخر بطيخ ولا فخر ولا فخر اي حاجه ليها علاقه بالكلام ده. لاقول كلمه وياكم في مستوى مواقف شعب مصر. وانت مالك ومال شعب مصر؟ خليك في الوكسه اللي انت فيها، خليك في الوكسه اللي انت فيها، خليك في السعوديين اللي كانوا مرمطينك ونفخينك، وخليك في المغاربه اللي كانوا فشخين، خليك في نفسك. انت جاي تعمل لي بطل هنا على الارض الفلسطينيه؟ طب وانت كنت فين لما كانوا اطفال سوريا بيموتوا؟ وكنت فين لما النساء في سوريا كان بيتم التهجير؟ وكنت فين في سوريا؟ انت عندك موقف انسانيه هنا وما عندكش موقف انسانيه هنا؟ هي دول مش عرب ومسلمين ودول مش عرب ومسلمين وجاي تصيح وجاي تركب ترند على محمد صلاح؟ لا ده عيلت قوي، ده عيلت عيلت يعني، لا عيلت عيلت بجد. لما واحد يحسسني ان هو عنده مواقف ثابته ومواقف واضحه وهو اصلا مواقفه كلها عكس بعض. رساله لكل الناس اللي بينتقدوا محمد صلاح في الازمه دي، محمد صلاح بني ادم حر يقول اللي هو عايزه وما يقولش اللي هو عايزه. محمد صلاح مش مجبر يرضيك انت ويخسر حاجات كتير ممكن يخسرها هو نفسه شخصيا، ده غير ان ليفربول عندهم مشاكل كتير بتتعلق ب
قصه ابداء الراي في القصه دي، لان ارسنال عارم المشكله دي، سواء الكسندر زلتشينكو او سواء محمد النني، كل واحد فيهم دعم طرف، ومع ذلك كل واحد فيهم متهاجم. فمش على اخر الزمن حافظ الدراجي هو اللي هيجي يعلمنا ايه الصح وايه الغلط، وهيجي يعلم محمد صلاح ايه الصح وايه الغلط. انت اقل بكتير من انك تعمل كده مرة المليون، انت اقل بكتير من انك تعمل كده. اوعى تصدق بجد ان انت عندك موقف انسانية. مكالمتك مع ميسون بريك ده لسه موجودة، ده لو كنت نسيت.